حياك الله. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بك. منين جاي ماشي؟ من محافظه البصره. من يا مكان بالضبط؟ من البصره كلش. لا من ساعه الساعه. من ساعه الساعه. من ساعه الساعه. ايش صار لك بالطريق؟ 13 يوم، اليوم من 13. شلون شفت الضيافه، ضيافه الناس والمحافظات اللي مرت بها بالتسلسل؟ ما تتوصف. اعطيني ذيقار. ما تتوصف كل المحافظات. اعطيني ذيقار. شلون ضيافه بذيقار؟ ذيقار كل المحافظات. ماكو ما قصروا ويا الخادمه. اعطيني الضيافه في الناصريه. الناصريه اكرم وانعم. زين بعدين اجيت للسماوه. اكرم وانعم. وين كذلك بالناصريه، السماوه، رميثة، الديوانيه، كلهم ما قصروا. إيه الان الحمزه ما قصروا. القاسم الان. القاسم بعدنا ما شفناهم. والنعم بس كرم عازفين هنا. عندنا معازف قاعد يخابرونا. الكرم ما لهم عازفين. كم سنه صار لك تجي وتروح؟ انا صار لي اكثر يمكن 12 سنه. وصار عندك يعني معارف. نعمه شكرا لله الحمد لله. شلون علاقتك ويا هاي الناس المعازيب؟ ما يتوصف. المعزب المعزب من تطلع من بيتك يخابرك. خابرك ولحد الان يتواصل لك. وين وصل الزاير حبيبي؟ وين وصلت خادم الحسين؟ وين وصلت؟ تقول له انا غريب عليك. قال لك انا جيت لقاك اخذ جنبتك. يعني تتوصف يغسلون حتى رجلين الزائر؟ يعني ما توصف الخدمه. يعني انا اوصف لك حتى الرمان، الحب مال الرمان يفلسونه على مود الزائر. لا يتعبن ايديه، لا يتعبن اظافره، يفلسون الحب مال الرمان ينطونه بقلاص ويقولوا اكل. ما شاء الله. بعد يعني اذا الزائر مدلل عند المعزب. انا اقول لك الملك ما مدلل، الملوك ما مدلل. انتم مدللين. مدللين. الوضع الامني شلونه؟ الوضع الامني الحمد لله رب العالمين، شكرا لله.